صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلديوكا المعنونه على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده الخميس وخميسكم حلو ان شاء الله باذن الله. النهارده الحلقات بتاعتنا قسما بالله ما فيه اتنين يختلفوا عليها. الصنف الاساسي بتاعنا النهارده عندنا كفته مشويه، والكفته المشويه النهارده هنعملها التكايه كده وكده. كده يعني ايه؟ يعني مش تاخد مننا وقت. وكده يعني ايه؟ يعني يا روحي عليها تنزل في القلب ما تنزلش في المعده. هنبدا بايه؟ هنبدا ب مش هنبدا بالكفته، هنبدا بحاجه لازم تتعمل وتتشال على جنب. ايه هي؟ انا محتاجه بوله كبيره علشان هعمل دلوقتي سلطه الحاتي واركنها على جنب. طيب سلطه الحاتي ناس تقول لك ايه؟ ما هي سلطه خضراء، ايه المختلف عنها عن اي حاجه ثانيه؟ لا 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 لا، سلطه الحاتي ليها تكنيك معين كده، ليها حاجات معينه بتتحط فيها، مش ان هم حبه سلطه خضراء بيتعملوا وخلاص. فهنبدا بالسلطه، سلطه الحاتي، واللي انا عاملاه النهارده ده لازم يتحط. يعني دايما بدي اختيارات، دايما بقول ايه ده يتحط ده ما يتحطش، فممكن يبقى فيه بدايل، لكن لا، انا النهارده كل اللي قدامي ده لازم يتحط في البوله اللي عندنا عشان ناخد سلطه الحاتي زي ما بنجيبها من بره بالظبط. بس قبل ما نبدا في اي حاجه عايز افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 02-38-35-227، ومن اي رقم دولي على 00-20-23-35-227. في انتظار مكالماتكم واسئلتكم واستفساراتكم اللي بتسعدني دايما ان شاء الله. طيب هنركن الكبه بتاعتنا كده على جنب اللي هنعمل فيها الكفته، ونيجي دلوقتي تنزل مقادير سلطة الحاتي أو ويسكي الغلابة. بصوا أقول لكم على حاجة، أنا محضرة النهاردة حاجة كده علشان أنا محتاجة إن أنا أنقل الكبابجي عندي في البيت. يعني إيه هنقل الكبابجي عندي في البيت؟ أنا عايزة إن أنتوا تبقوا قاعدين في البيت كده، زي ما بتاكلوا كفتة الحاتي، زي ما هتاكلوا سلطة الحاتي، زي ما هتشربوا ويسكي الغلابة. فالأزايز دي أنا جايباها النهاردة علشان هقدم فيها مية السلطة اللي هي ويسكي الغلابة اللي بيتقدم عند الكبابجية، علشان النهاردة تبقى السفرة بتاعتنا كده ما شاء الله اللهم بارك عليها تفتح النفس. طيب سلطة الحاتي أو سلطة الكبابجي بتقول إيه؟ إن إحنا معانا طماطم مكعبات. أنا مش ههتم قوي بالكمية، لأن كل واحد حر يعمل كمية قليلة كمية كبيرة زي ما أنتوا عايزين، أنا أهم حاجة عندي المكونات نفسها. طيب عندي طماطم مكعبات، عندي خيار شرايح بالشكل كده، بالشكل بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، مش مكعبات علشان تبقى زي اللي بره بالظبط. عندي بصل احمر جوليان بالمنظر ده كده، نقعاه على فكره في خل، وعندي كمان عصير ليمون، عندي معلقتين كبار صلصه طماطم، ودي مهمه جدا، دي مهمه جدا جدا جدا، عندي خل، عندي مكعبات ثلج، دي مهمه جدا برده، محتاجه شطه وكمون وملح. ايه فايده مكعبات التلج؟ ما هي مكعبات التلج دي هي اللي بتحفظ لك ان الخضار يفضل منتعش، هي اللي بتحفظ لك ان الخضار يفضل ماسك نفسه ما يبقاش دبلان. ما هو شيء طبيعي لما حضرتك تقطعي طماطم وخيار وبصل وفلفل والكلام ده كله وتحطي عليها شويه خل وملح، شيء طبيعي هيدبل، لكن ايه اللي بيخليها منعنشه؟ ايه اللي بيخليها مصحصحه كده لحد ما اليوم يخلص والكبابجي يجي يقفل المحل بتاعه هي لسه مصحصحه زي ما هي؟ التلج. التلج هو اللي بيعمل حاجه زي كده. فهنعمل كده، ادي طماطم وادي الخيار، ادي البصل منقوع في شويه من الخل علشان يفضل مصحصح بالمنظر ده كده، عندي فلفل حامي، نعم ام مي، صباح الفل يا ام مي. يا ام مي الو، صباح الهنا. صباح النور يا سنون، صباح العسل على عيونك يا قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله يا رب تكوني بخير دايما. ايه الجمال دوت؟ انا والله انت وحشتني قوي. انت كنت واخدين كمان وحشتني اكتر والله، ما نحرمش منك، ده جمال عينيكي يا قلبي، تسلمي وتعيشي والله. لما بتبقوا مأجزين والله بس الحياه كلها بتبقى وحشه. حقك عليا، حقك عليا، هنحاول ما نأجزش. انا عايزاك على طول كل يوم مباشر. حبيبتي ما نحرمش منك ابدا، تسلمي وتعيشي. المهم اللي حضراتكم كلكم كويسين؟ الحمد لله كلنا زي الفل وبخير، ربنا يخليكي يا رب. دايما يا رب. امورين. بس يا سنون هعمل بس اهداء لجوزي عشان عيد ميلاد 21. اه طبعا يلا بينا. بقول له كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. وكل سنه هو طيب وعقبال مليون سنه، وربنا يا رب يحميكوا ويحفظكوا لبعض، اللهم امين. الله يخليك حبيبتي، نورتيني نورتيني باتصالك يا قلبي. شفتوا انا بكلم ام مي عملت ايه؟ حطيت كل المكونات على بعضها، كله
الصلصه دوبتها في الخل مع الليمون والكلام ده كله، قلبتها مع الفلفل والبصل والخيار والطماطم والفلفل التاني، وحطيت شويه الشطه وحبه الكمون وادي الملح. طيب ست الكل اللي بتتفرج عليا دلوقتي هتقول لي ايه ملح ايه يا نونا اللي هنحطه في اول السلطه ده؟ يا حبيبتي ما احنا بنحط الملح في اخر السلطه علشان ما تتبلش. ما هي مش هتتبل ليه؟ علشان التلج اللي احنا حاطينه، الويسكي اللي بينزل ده في الاخر ده ما بتبقاش ميه، وشيء طبيعي ان كميه السوائل اللي بتشوفوها ديت مش هتيجي من الليمون والخل، امال بتيجي من ايه؟ بتيجي من التلج. لما بيسيح بيفضل محافظ على الخيار وعلى الطماطم وعلى الخضار كله ان هو فريش كده وزي الفل، وفي نفس الوقت بيديكي ويسكي الغلابه اللي انت بتشربيه. هعمل كده اعملي كيس تلج وحطيه عندك في الفريزر، وبعد كده طلعيه كسريه واعملي بيه السلطه بتاعتك. شايفين انا بعمل ايه؟ معانا تليفون ونقول الو. يا ام ايه ازيك يا شفنونة؟ صباح الهنا والجمال على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله. والله انت عامله ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير يا ست الناس. انا بحبك قوي والله، وبحب كل طبيخك وكل حاجه. يسعد لي قلبك، يسعد لي قلبك، ما نحرمش منك ابدا. ممكن رقمك؟ ادي رقمك لرغده وعينيا الاثنين. حاضر عيوني، نورتيني يا ام ايه. بصوا بقى، حطيت التلج على الخضار ما قلبتهاش. هتتقلب امتى؟ هتتقلب لما اجي اغرف او لما اجي اقدمها. شايفين انا حاطه التلج فوق الخضار اهو، وسايباها علشان يفضل الخضار معايا فريش كده ومنعنش. اهو سبت جنبيها الازاز بتاعتنا اللي هنبدا ان احنا بعد كده نحط فيها ويسكي الغلابه، وتمام وزي الفل. اسهل من كده مفيش. هنسيب التلج عليها ونسيبه يسيح براحته وبس. تيجوا نطلع فاصل؟ يلا نطلع فاصل، ولما نرجع من الفاصل هنعمل الكفته المشويه بمكون سري علشان تطلع لنا بتشد وفيها لمعه مش عند اي حد. ايه هو المكون السري ده وعباره عن ايه وبيعمل ايه في الكفته، وهل ليه بديل او لا؟ ده كله هنعرفه بعد الفاصل لما ترجعوا لي ان شاء الله باذن الله. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلد يوكل وسر جديد من سر من اسرار الكفته المشويه. هو اطراف اي حته مستنيكم. من الفاصل سايبين سلطة الحاتي زي ما هي، والتلج بدأ يسيح، والدليل على ان التلج بدأ يسيح بص يا محمود، المية نفسها بدأت تزيد، السوائل نفسها اللي في السلطة بدأت تزيد، معنى كده ان ايه؟ السلطة ماشية في الطريق الصح بتاعها. طيب هنيجي دلوقتي نعمل كفتة الحاتي، وقبل ما اطلع فاصل اتكلمت عن مكون سري. ايه المكون السري ده يا نونة؟ هاي ده ايه يا محمود؟ بلاش رغدة عشان رغدة عارفة. ها ده ايه؟ ده ايه يا محمد ابراهيم؟ اسمه عسل جلوكوز، مش سكر جلوكوز. عسل جلوكوز مظبوط. بصوا شكله ده بجد فعلا، ده مش شغال الاربيس، مش شغال. طيب لا اله الا الله. بصوا ده عسل جلوكوز هنحطه النهارده مع الكفته. ليه؟ علشان ده اللي يدينا الشدة بتاعته، ده يدينا المطة بتاعته، ده يدينا التلميعة. بنبقى مش عارفين التلميعة بتاعت الكفتة دي جاية منين، تلميعة الكفتة اللي عند الحاتي دي، وتفضل حتى لحد ما تخلصوا أكله، لو في مثلا صباعين ثلاثة متسابين تحسوا إن في لمعة زي ما هي، في تلميعة موجودة. التلميعة دي جاية منين؟ التلميعة دي جاية يا ست الكل من العسل الجلوكوز. طب لو ما عنديش عسل جلوكوز هل ليه بديل؟ اه يا ست الناس ليه بديل. ايه هو البديل بتاعه؟ ان احنا نحط 3 معالق عسل نحل. هو ده مش هيأثر على الطعم؟ مش هيأثر على الطعم، بس هيدي مطه ويدي شده كده ويدي تلميعه في منتهى الجمال. وانتوا عارفين ومتأكدين ان قبل ما بعمل الحاجه لازم بجربها عندي. وماما دلوقتي بتتفرج عليا، ربنا يديها الصحه صباح الفل يا ست الكل، بتتفرج عليا دلوقتي هي واختي و عارفين انا بتكلم عن ايه، لان انا عملتها عندي في البيت ودوقتها لهم. قالوا لي الكفته هايله بس فيها حاجه مختلفه عما بتعملي كل مره. قلت لهم طيب المختلف ده حلو ولا وحش؟ مقبول ولا في حاجه؟ قالوا لي لا حلوه جدا. فمعنى ان هم قالوا لي كده فخلاص اعتماد،
ادام قالوا حاجه زي دي فخلاص ما ينفعش ان هي تتبدل وتتغير. طيب هنعمل ايه؟ مقادير الكفته هتنزل معانا على الشاشه دلوقتي، ومقادير الكفته بتاعتنا بتقول ان احنا معانا ايه. عندي كيلو لحمه مفرومه، واللحمه المفرومه ممكن تحطي للكفته يا اما يعني قطعه صغيره كده من دهن الكلاوي، بس ما تحطيش ليه، ما بنحطش ليه، بنحط معاها قطعه من دهن الكلاوي او قطعه من اللي هي الدوش معاها، قطعه صغننه مش كتير علشان ما تسيلش وتفك مني. طيب عندي ايه كمان؟ عندي توم، عندي بقدونس، عندي بصله مبشوره، وعندي عيش شامي مبلول ومتصفي من الميه بتاعته، وعندي كمان 3 معالق كبار عسل جلوكوز، وربع معلقه صغيره بيكنج صودا. لا انا مش عايزه البيكنج صودا يا رغبه، لا 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 شيليها، وملح وفلفل اسود. طيب ست الكل اللي قاعده بتتفرج عليا دلوقتي، يا نونا كفته الحاتي اللي بنجيبها من بره ما بيبقاش داخل فيها بقدونس، ما بيبقاش داخل فيها توم، ما بيبقاش فيها الكلام ده كله. اه يا ست الناس ما انا عارفه، هو بيبقى داخل فيها عيش، والعيش بيبقى كتير قوي وبيبقى مزود بهارات كتير جدا، بس انا مش عايزه ده، لا انا عايزه اكل الكفته المشويه اللي هي بتطعيمه الكفته الحاتي بملمس حلو وبلون حلو، بس بالخدمه بتاعت البيت اللي هي اللي مخدومه، اللي هي مش شغل شعبي اللي هو الشغل اللي هو ايه، شغل السوق اللي هو شقلب وقلب على طول. لا انا مش عايزه ده، انا عايزه حاجه ابقى مبسوطه بيها. طيب هعمل ايه؟ هبدا اعمل كده. عندي اللحمه لان انا عايزاها كلها ميه واحده بالشكل ده كده، بالمنظر نزلنا باللحمه، هنزل بالبصلايه المبشوره ومتصفيه كويس قوي، معصوره جدا 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 عشان ما تبقاش باينه. البقدونس ده انا هاخد منه حاجه بسيطه كده، والثوم نفس النظام، فص ثوم واحد. انا عايزه تطعيمه يديني بس تطعيمه مختلفه. وعندي ايه؟ ملح وفلفل اسود، وما تحطيش اكتر من كده. آه لو انت بتكلميني يا رغده انا كنت سامعاكي بتتكلمي، لكن مش عارفه انت بتقولي ايه. ادي الملح والفلفل الاسود. تمام تمام. طيب كلمي تاني. اه كده تمام. آه لا هو كفته الحاتي اصلا رغده بتقولي هي كفته الحاتي ما بتحطلهاش فلفل ولا اخضر ولا احمر ولا رومي ولا الكلام ده كله، لا هي كفته الحاتي المفروض بيتحط لها اللحمه تمام والملح والفلفل الاسود والعيش وحبه بهارات كتير، ده اللي هم بيعملوها بره. لكن النهارده احنا واخدين البصلايه دي معصرينها وحاطينها، واخده معلقه بقدونس، واخده فص ثوم او فصين، حاطه ملح وفلفل، وده ما بيتحطش غيره. الا اذا كنا عاملين بقى نعمل الكفته الثانيه اللي هي ايه؟ شويه لحمه مع بهارات الكفته اللي احنا عملناها قبل كده، ونحط معاها عسل الجلوكوز ولا عيش ولا اي حاجه. ليكي حريه الاختيار في دي ودي، لكن الكفته اللي احنا عاملينها النهارده جربيها بالطريقه دي وهتنبهري. يلا بينا. بسم الله. انا عملت ايه؟ لقيت جزء من العيش ما حطيتهوش كله. ليه؟ انا عايزه ماده ربط، حاجه كده تخلي لي الكفته جوسي كده، وحاجه كده تخلي لي الكفته كميتها اكبر سنه. وبعد ما خلصت فرم خالص رحت نازله بالعسل الجلوكوز. هتحسوا، بصوا استنى البس كلوفز عشان اوريكم اللي انا شايفاه، واتمنى ان هو يظهر في الكاميرا وانتوا كمان تشوفوه. طيب انا عندي حاسه ايه؟ او انا شايفه ايه دلوقتي؟
انا شايفه ان اللحمه عندي فيها لمعه، فيها شكل غريب، انا مش عارفه هو جاي منين، بس انا عشان عارفه هو جاي منين يعني اي حد هيشوفها طب اللمعه دي جت منين، لو حد دخل عليا المطبخ وانا شغاله هي اللمعه اللي في اللحمه دي جايه منين، هو انت حاطه ايه في اللحمه؟ لكن انا عشان عارفه انا حاطه ايه. عندك ولا فين؟ متهيألي محمود اوت عننا. ها في لمعه جوه اللحمه انا مش عارفه هي ظاهره لكم ولا لا، ظاهره تمام، اللمعه دي جايه من العسل الكلوكوز، اللمعه دي جايه من العسل الكلوكوز، وهنشوفها كمان في ايه؟ هنشوفها واحنا شغالين، هنشوفها واحنا بنصبع، هنشوفها ساعه التسويه. اهو شايفين البقدونس اللي موجود مش كتير، انا يا دوب حطيت معلقه من البقدونس علشان ما يبينليش ان انا عامله كفته ومزوده بقدونس والكلام ده كله. شايفين يا دوب هي معلقه علشان يا دوب بس ايه تديني كده ايه ريحه، تديني تطعيمه. والتوابل بتاعتك ايه يا نونا؟ التوابل بتاعتي يا ست الكل انا مش حاطه غير ملح وفلفل اسود، ولا حاطه بابريكا، ولا حاطه اي حاجه تانية خالص، ما نحطش اي حاجه. طيب عندي ايه؟ عندي الاسياخ بتاعتي بالشكل ده كده، عندي عصيان الشيش لو عايزه اعمل هنا او اعمل هنا ما عنديش اي مشكله خالص، اللي قدامك اعمليه. طيب بنعمل ايه يا ست الكل؟ عندي الصاج بتاعنا اهو، ادي صينيه، وعندي كمان الصاج بتاع الفرن هطلعه كده وهو سخن جدا جدا جدا، هعمل كده، هعمل برضو فيه. يبقى انا كده حضرت اللي انا هعمله. طيب هنعمل كده تمام، يبقى احنا هنعمل دوت كده بالطول. لا ماشي، يلا بينا. بصوا بقى ميه البصل عندنا اهي، بابل ايدي كده، وبابل العود او الصاج او السيخ اللي انا هعمل عليه بنفس ميه البصل اهو، وايديا فيها ميه بصل ومش كتير بالمنظر ده كده، وهعمل كده وابدا ان انا اعمل كده. طيب الصح ان احنا نشكل على طول، يعني الصح ان احنا بعد ما نبدا ان احنا نعجن الخلطه بتاعت الكفته كده اشكل على طول ولا اسيبها شويه؟ ها يا رغده، ولا بان خلاص يا رغده انت مش سامعاني اصلا. الصح ان احنا بنسيبها في الثلاجه ونبدا ان احنا نصبع قبل التسويه على طول. الصح ان انا اسيب في الثلاجه وابدا ان انا اصبع قبل التسويه على طول. ليه؟ علشان تكون اللحمه شدت معايا، عسل الكلوكوز اللي احنا حطيناه يكون شد معايا ويديني تسويه مظبوطه. شايفين المنظر؟ شايفين الشكل عامل ازاي؟ ما شاء الله، اللهم بارك. بلت بصل خفيفه مش كتيره، ما تبليش ايدك كتير علشان يديك النتيجه اللي انت عايزاها، وتعملي كده على السيخ بالشكل ده بالمنظر ده كده اهو. معانا مين؟ هايدي. صباح الفل يا هايدي. انا عايزه اقول له حمد لله على السلامه يا محمود. صباح الفل يا هايدي. فصلت؟ كلمينا تاني يا لولو. بصوا كده شايفين، عملت اتنين عود خله بالشكل ده. بصوا المنظر عامل ازاي، شفتوا الشكل عامل ازاي؟ عايز ايه؟ نيره. ماشي يا نيره. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ايه؟ صباح السعاده. صباح السكر الزياده على عيونك. عامله ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير يا قلبي. انت عامله ايه؟ انا فرحانه والله انا كلمتك والله. الله يسعد لي قلبك، ما نحرمش منك ابدا.
عارفه شيف نونة؟ قوليلي. انا بحبك قوي. الله يسعد لي قلبك، وانا كمان بحبك قوي، ربنا يخليكي ليا يا رب. والله يا شيف نونة انا بحبك قوي وبحب كل وصفاتك والله. يسعد لي قلبك يا رب. جربت كل وصفات العيش وطلعت تحفه. يا حبيبتي هي طلعت تحفه عشان من ايديكي والله، تسلم ايديكي. تسلمي لي يا حبيبتي. تسلمي. ممكن تكلميني بعد الحلقه عشان عايزاكي ضروري. عينيا الاثنين، ادي رقمك لرغده. بالله عليك ما كانش. عينيا عينيا حاضر. وعايزه طريقه البلح الشاي. عيوني، ده احنا هنعملها اصلا في حلقه مع الزلابيه، وهنعمل حلقه بصي يعني حلقه ضرب نار. يا بحبك قوي. يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش منك. الله بحبك قوي يا حبيبتي. يسعد لي قلبك. السلام عليكم. مع الف سلامه في حفظ الله. بصوا عملت ايه؟ ببدا ان انا بله بسيطه من ميه البصل، واروح واخده كده اللحمه بتاعتنا، وارجع واقول تاني خلوا بالكم ان انا محتاجه ان اللحمه دي او الكفته دي محتاجه ان هي تتحط في التلاجه تشد، عشان عسل الجلوكوز اللي احنا حاطينه، وعشان المكونات اللي احنا حاطينها. لكن انا النهارده حتى لو مش هنحطها في التلاجه يا نون، طب ما انت ما حطيتهاش في التلاجه واشتغلتي بيها على طول، هتعمل ايه؟ هنتفرج وهنشوف، وهنشوف تسويتها هتبقى عامله ازاي. يا ادم عايزه عيدين خله كده اهو بالشكل ده كده، ما شاء الله، ملح وفلفل اسود وبس، ما تزوديش على كده، ما تحطيش ازيد من كده، ما تقوليش هزود بهارات، احط بابريكا، احط حاجه تانية، لا انا مش عايزه اكتر من كده بقى. بالشكل ده كده ما شاء الله، اللهم بارك. تعالوا نطلع فاصل ونرجع. تعالوا الاول نحط دي في الفرن، وفي الفاصل هكمل بقيه الصاج ده وتحطه في الفرن التاني علشان تشوفوا شكل التسويه بتاعتها هيكون عامل ازاي. بسم الله. بالشكل ده كده. طب مش هنحط عليها زيت ولا نحط عليها ولا اي حاجه؟ انا مش عايزه نحط عليها اي حاجه، اهي كده وهقفل وبس. طيب هنا هنعمل ايه؟ دي هتطلع لي مثلا سخين كمان، هعملهم في الفاصل ومش هحطها في الفرن لما ترجعوا لي. على فكره بعد الفاصل عندنا صنف حلو جدا 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 هنعمله بالرقاق الطري او الجلاش بشكل مختلف، وحشوه حلوه جدا هتعجبكم ان شاء الله. اوعوا تروحوا في اي حته، ومستنياكم بعد الفاصل. رجعنا من الفاصل، كفتتنا في الفرن، سلطتنا في البوله، وتعالوا دلوقتي نعمل الحلو بتاعنا. بس قبل ما نبدا في الوصفه بتاعتنا النهارده، الوصفه بتاعتنا بتتعمل يا بالجلاش الطري يا بالجلاش يا بالرقاق الطري يا بالجلاش. طيب تعالوا نعمل كده. ده شكل الوصفه بتاعتنا، شبه الكونو كريبايه مدلعه صغننه، وهنعمل هنا كده كده. ايه ده؟ ده فويل علشان يطلع لنا من جوه مفرخ كده، علشان نبدا ان احنا نجيب الباستري كريم ونعمل كده. يا روحي عالجمال، ايه رايكم؟ شفت شكله عامل ازاي؟ اه من المنظر ده. نبدا بعد كده على الوش شويه مكسرات. شايفين المنظر عامل ازاي؟ حاجه كده ما شاء الله عليها. نبدا نعمل كده الباقي زي ما انتوا سمعتوا كده. الفرن بدا ايه التوقيت بتاعه يخلص، فانا شغلت عليه تاني. نعمل كده بالراحه خالص، نشيل ورقه الفويل، نبدا ان احنا ندخل ايدينا كده جوه علشان نحشي الباستري كده. ادي المكسرات، اسهل من كده مفيش، بالراحة واحنا بنشيل نحشي. عايزة تحشي كريم شانتيه ما عنديش اي مشكلة، مش هيقولك لا. عايزة تحطي بدل الفستق اللي احنا حاطينه النهاردة ده حبة سوداني، مش هيقولك لا. طيب ده معمول بالرقاق الطري، نخلصه وبعد كده نشوف ايه.
بالشكل ده كده. شايفين شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله، اللهم بارك. كده هنا اهي، نشيل بالراحه علشان الرقاق بتاعنا او الجلاش بتاعنا ما ايه، ما يتكسرش. بالشكل ده كده، توريقه تجنن وهايله. طيب ده بالنسبه للرقاق الطري. طب لو للجلاش اهو، عايز ايه؟ ماشي، ادي الجلاش اهو، ونعمل كده كده، واروح مغطسه بالشكل ده اهو. شايفين المنظر؟ معانا تليفون ونقول الو. فصلت، حاولي تكلميني مره تانية. بصوا، طيب يا نونا اللي انت عماله تحشيه الجميل ده، والتوريقه اللي احنا سامعينها، والقرمشه اللي احنا سامعينها، والكون اللي انت عاملاه الحلو دوت، عملتيه ازاي؟ مش محتاجه غير حبه سمنه ولفه جلاش او لفه رقاق طري، حبه مكسرات او ايا كان النوع اللي عندك. هوب عملناه، هوب سويناه، هوب حشيناه، زيناه، بقى عندك صنف حلو في منتهى الجمال. الكريم باستري بتجيبيه من عند العطار عادي او عند مستلزمات الحلواني، بتبداي ان انت تضربيه بميه، او تبداي ان انت تضربيه ايا كان اللي هتضربيه بيه، او بحليب زي ما انت عايزه، بس هو الاحسن طبعا والافضل يديكي النتيجه اللي احنا عايزينها هيبقى بميه. يا روحي عالجمال. طب وصلنا للشكل ده ازاي؟ هوريكوا حالا وصلنا له ازاي، بطريقه سهله وبسيطه. واي واحده عندها لفه جلاش دلوقتي تقوم تطلعها، بس تكون طازه. يعني ايه طازه؟ يعني ما تبقاش ان هي مكسره، طلعيها من الفريزر. ابداي ان انت سيبيها تفك براحتها خالص، ما تضغطيش عليها علشان ما تطلعش معاكي مكسره. بصوا كده خلصنا وحشينا، وابدا اعمل كده. ده ايه؟ ده سيرب خفيف خالص، اللي هو زي سيرب البسبوسه، وبارد، والجلاش بتاعنا بارد. انا اصلا مش عايزاه ان هو يبوش، انا عايزه يا دوب ان هو يدي تسكيره. ليه؟ علشان انا عندي الباستري جوه مدي التطعيمه الحلوه اللي انا عايزاه، فانا مش عايزه الجلاش بتاعنا او الرقاق بتاعنا او الكونو بتاعنا يبدا ان هو يطرى، لا انا عايزاه بس ان هو ايه؟ ياخد تسكيره بسيطه كده بالشكل ده. متهيألي اسهل من كده مفيش، اسهل من كده مفيش، كده تمام وزي الفل. طيب حشينا وزينا وتمام وزي الفل. محتاجه اعمل ايه دلوقتي؟ محتاجه اوريكم احنا عملناه ازاي. طيب سمنه وزبده، رقاق طري. بصوا انا لفاه زي في فوطه، هناخد منه بالشكل ده كده. تمام تمام، دي الورقه بتاعت الرقاق. هعمل كده واروح ساحبه واحده بس بالشكل ده. عندي فرشه سمنه او زبده مذابه، بدهنها كلها كده بالشكل ده. ولو عندك جلاش بتبداي تقصيه على شكل دايره بصينيه ألمونيا عندك، بجيب النص ده كده على النص ده، وابدا ان انا اعمل كده، واروح جايبه النص ده على النص ده. بقت عندي اكنها زي الكريب، واعمل دهنه بسيطه كده، واجيب الناحيه المفتوحه اللي هي اهي اللي انا قفلت بيها الناحيه دي، واروح عامله كده، واروح اخليها جوه، واروح عامله كده بالشكل ده. شفتوا شكلها عامل ازاي؟ واروح جايبه الورق الفويل واعمل كده، كده بكورها كده، واروح جايه هنا بالشكل ده كده. انا فاتحه يعني، بصوا اهي ادي القفله،
انا ما بحطش هنا، ادي القفله اهي انا قفلتها، ما بحطش هنا، لا باجي هنا كده وابدا ان انا افتح بالشكل ده واعمل الفويل بتاعتنا دي واعمل كده. بصوا انا عامله ازاي، انا مش سايبه الاطراف تلم، ما هو ده لما يدخل الفرن شيء طبيعي ان هو هيبدا هبطان كده، انا عايزه اللي جوه يفضل متفرغ كده عشان يديني مساحه احشي، فبعمل ورقه الفويل كبيره تبقى مفتوحه كده، ما كورهاش صغننه واحشرها جوه واسيب ده فراغ، اسيب المنطقه دي فاضيه، لو سبت المنطقه دي فاضيه مجرد ما يدخل الفرن هيبدا ان هو يتقفل، حاجه اطلعها ولا هتطلع ولا هعرف احشي ولا هعرف اعمل اي حاجه، فعلشان كده نعمل ورقه الفويل كبيره الطرف بتاعها طالع لبره علشان يديني الشكل ده، عشان لما تستوي معايا اروح مطلعاها وتمام، اطلعها وحشه على طول. طيب عندي اهو صاج، ببدا ان انا ارص فيه كده بالشكل ده وابدا ان انا ادهن، نعم بالشكل ده، شايفين شكله عامل ازاي؟ نعمل واحده تانية كده واحنا بنكلم الحاجه في ريال ونقول لها صباح الهنا. صباح الورد عليكي، صباح العسل والسكر على عيونك يا ست الناس. ايه الجمال، ايه الجمال الحلو ده، ده جمال عيون حضرتك والله يا ست الكل، تسلمي وتعيشي. الله يبارك لك، انا حاجه اتغدى عندك النهارده. تنوريني والله العظيم، اعمل لك الحلو كله. الله يبارك لك يا حبيبه قلبي، ونتبارك بوجودك والله العظيم، واعمل لك كل اللي انت نفسك فيه يا حبيبتي. وعلى فكره مش بعزم عزومه مراكبيه والله، انا قدها وقدود. لا بصي، قولي انت معروفه انك انت، لا انت كريمه، انت كريمه فعلا. يسعد لي قلبك يا رب، ما انحرمش منك والله. انت كريمه يعني شكلك بيقول كده. الله يبارك لي في عمرك يا رب، تسلمي وتعيشي. تعيشي يا حبيبه قلبي. اموريني الله يكرمك، الامر لله. حفيدتي فريده هيثم السعداني عيد ميلادها كان امبارح. كل سنه وهي طيبه وبالف خير، وتشوفيها احسن الناس في الدنيا كلها يا رب. يا حبيبه قلبي بقول لها كل سنه وانت طيبه يا فريده. تعيشي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه يا فريده يا حبيبه قلبي ونور عيني. يا حبيبتي ربنا يخليها لك، كل سنه وانت طيبه يا فريده. تيتا فريال بتقول لك كل سنه وانت طيبه ويا رب يخليكي ليها ويخليكي ليها يا تيتا فريده، يا تيتا فريال. حبيبتي نورتيني، نورتيني، يسعد صباحك يا رب. بصوا بقى كده واحنا بنكلم الحاجه فريال عملنا ايه؟ الرقاقيه قدامنا، دهنا دهنه، تنتها اتنين، دهنه كمان، تنتها اتنين، بقت عندي زي الكريب. دهنه بسيطه جدا. واروح ماسكه اللي احنا قفلنا هنا بيها اللي هي الفتحه بتاعتها اهي، اروح عامله كده. وارجع تاني اروح لفه كده. بعد كده عندي ورقه الفويل، اكور تكويره كبيره شويه علشان تبقى واخده مساحه، واجي من هنا افتح الفتحه دي اللي هي اللي مقفوله بالمنظر ده، واروح حاطه الورقه كده. نبطط شويه علشان تدخل اهي، شايفين؟ بالمنظر ده عشان تديني هنا مساحة أحشي بالشكل ده كده، أحط هنا بس، نخلص الكمية كلها. وبعد كده دهن، دهنة بسيطة من الزبدة أو من السمنة اللي حضرتك بتورقي بيها، وتدخلي الفرن يطلع باللون دوت، تسيبيه يبرد. اوعي 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 تيجي جنبه وهو سخن، ولا تحشي ولا تحاولي تشيلي ورقة الفويل من جوه ولا تعملي أي حاجة، اوعي تعملي اي حاجه وهو لسه سخن، ولا تسقيه، اوعي ما تجيش جنبه، سيبيه يبرد خالص. وتبداي بعد كده زي ما احنا ما عملنا النهارده كده، نروح شايلين ورقه الفويل منه، وبعد ما نشيل ورقه الفويل نبدا نحشيه بالكريم باستري، وبعد ما نحشيه بالكريم باستري نبدا ان احنا نحط عليه، اوكي، نحط عليه عسل بسيط كده مع المكسرات اللي هتزيني بيها، هيطلع معاكي زي الفل. كونوا الجلاش او كونوا الرقاق الطري بحشوه الباستري بطريقه مختلفه وسهله وبسيطه، ممكن بنوتك اللي عندها 12 13 سنه تعملها، ما فيهاش اي مشكله خالص. هتبسطي بيه ولادك، وتبسطي بيه جوزك، وتبسطي بيه ضيوفك، انت نفسك هتبقي مبسوطه وانت بتشتغلي بيه. نعمل كده، دي اخر واحده اهي، اهي بالشكل ده. ويبقى كده احنا عملنا النهارده كونو الجلاش او كونو الرقاق الطري بطريقه سهله وبسيطه جدا، ما تاخدش معانا وقت. طيب تعالوا نبص بص على الكفته بتاعتنا، انا في الفاصل حطيت الكفته الثانيه بتاعتنا اهي. يا روحي على الجمال، يا روحي على الجمال،
نعمل هنا كمان كده. عايزين نقلب السيخ يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا. استنى بس كده. نقلب السيخ الناحية التانية، نقلب السيخ الناحية التانية، ندخل تاني الفرن واجيب لكم التين. طيب بسم الله. مش عايزين نتلسوى. بسم الله. دي فاضل لها ثواني ونطلعها. نبص على التانية. لا بص يا حوده، نار ابيض على الجمال. واجيبها عندك وبعدين نشوف. بصوا الشكل، شايفين؟ بصوا شايفين منظر الكفته واللمعان بتاعها عامل ازاي. انا مش عارفه والله هو ظاهر عندكم ولا لا، بس بصوا شايفين، بصوا اللمعان بتاع الكفته عامل ازاي. طيب انا عايزه ادخلها تاني دقيقتين ونطلعها، نعمل لها الفحم بتاعها وهوريكم شكل الفحم بتاعها هيبقى معمول ازاي. طيب في سؤال جالي كتير على الفرن اللي انا بشتغل بيه. طيب على فكره الفرن بتاعنا ده خداع. يعني ايه خداع؟ ايه يا نونا اللي انت بتقولي ده؟ الفرن بتاعنا ده خداع علشان بيبان لك ان هو شكله صغير، لكن عايزه اقول لكم على حاجه، ان هو من جوه كبير، حجمه كبير. يعني هو يبان لك كده، اولا هم متعمدين ان حاجه زي دي كده تحصل. يعني لما هم عاملين الفرن شكله صغير كده، اولا عشان يبقى شكله شيك ما ياخدش مساحه عندك على رخامه المطبخ، زي ما هو واخد كده شكل حلو قوي عندي على مطبخي، ما ياخدش مساحه عشان ما تبقيش مسحومه. فهم عاملينه بالشكل ده وبالحجم ده، لكن من جوه السعه بتاعته 45 لتر. عارفه يعني ايه السعه بتاعته 45 لتر؟ يعني كبير كبير. عارفين يعني ايه كبير؟ الحجم من جوه ياخد. انا قلت لكم قبل كده احنا عملنا فيه صاجات مكرونه بالبشاميل وبايركس كبير، خضار وصينيه الفراخ بالبطاطس وقوالب الكيك، كل ده اتعمل في القالب في الفرن ده. عايزه اقول لكم قسما بالله العظيم، انا دلوقتي لما باجي اسوي حاجه انا ما بسويهاش في فرن البوتاجاز. يعني الفرن بتاعي الذهبي دوت، البوتاجاز الذهب بتاعي ده، عايزه اقول لكم ان انا بعشقه وكنت مبسوطه بيه جدا. عايزه اقول لكم ان هو دلوقتي مركون، ما بشتغلش بيه. ليه؟ علشان عندي الفرن. الفرن النهارده انا جايبهولك نازل من صفحه سوق المطبخ، ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده ما تتخيلهاش. عليها شحن مجاني وعليه خصم كبير. ليه يا نونا؟ علشان بمناسبه الناس برضو اللي احنا في شهر 7، وشهر 7 ده مميز بالنسبه لي جدا. ليه؟ علشان عيد ميلاد ماما. فالشهر ده بحاول بقدر الامكان ان يبقى فيه حاجات كتير حلوه، زي ما هو حلو بالنسبه لي علشان عيد ميلاد امي، ربنا يديها الصحه ويعافيها ويشفيها يا رب، زي ما هو انا عايزه ان الشهر ده، غير شهر عيد ميلادي طبعا، عايزه ان الشهر دوت كل الناس اللي فيه وكل مواليد الشهر ده وكل الناس اللي عيد ميلادها الشهر ده تبقى مبسوطه وتستفاد بالخصومات اللي هتكون موجوده على صفحه سوق المطبخ. صفحه سوق المطبخ انت بتوصلي لها بطريقتين ما لهمش تاني، ثلاث ارقام للثلاث شبكات اللي قدام حضرتك، وبندخل على الصفحه دي. الصفحه اول ما بتدخلي عليها عليها واتساب، بتدخلي عليها عليها واتساب، بتدوسي تكه زرار كده بتلاقي نفسك مع فريق سوق المطبخ، بتطلبي كل اللي انت عايزاه. النهارده هتدخلي تطلبي الفرن بتاعنا، فرن تسويه عالي العال. هم كاتبين كده، هو فعلا فرن تسويه عالي العال. طيب بعيدا عن الكلام اللي انا بقوله عن الفرن، وبعيدا عن التجربه الشخصيه بتاعتي، وبعيدا عن ان شكله حلو جدا، وبعيدا عن ان حجمه مميز ان هو يتحط على رخامه المطبخ ومش حجمه كبير، لكن بنفس الوقت من جوه حجمه كبير. هو حجم من بره مش كبير، لكن من جوه حجم كبير. ليه من جوه حجم كبير؟ لان ظهر الفرن، ظهر الفرن مجوف، ظهر الفرن مجوف، ظهر الفرن من جوه واسع، فالمساحه بتاعته اللي من جوه، المساحه بتاعت الفرن اللي من جوه غير الشكل الخارجي بتاعه خالص. طيب دي مساحته كبيره، دي اول حاجه في الفرن. عندنا هنا تايمر بيظبط لك درجه الحراره من 100 ل 250، ما شاء الله زي الفل. التايمر التاني بيظبط لك ان انت عايزه الفرن فوق وتحت، فوق بس،
فوق مع الشوايه اللي بتلف لو هتشوي فراخ او هتعملي شاورما، فوق وتحت لو بتسوي كيك او بتسوي بسبوسه او بتسوي صواني وطواجن تحت، بس لو انت مش محتاجه الوش يتحمر في الاول. ده التايمر اللي بيديكي اربع استخدامات او اربع اوضاع للفرن. طيب عندنا ايه كمان التايمر ده؟ التايمر ده يا ست الكل عشان لو عايزه تسيبي الفرن وتروحي مثلا تعملي اي حاجه اكلك ما يتحرقش. التايمر مظبوط من اول 10 دقائق لحد 60 دقيقه. حطي فيه الكيك، حطي فيه صينيه البشاميل، حطي فيه اللي انت عايزاه وانت مطمنه. بتاخدي الحاجه وانت مطمنه وبتحطي الحاجه تسويها وانت مطمنه، تطلع لك مظبوطه على الشعره. ده الفرن بتاعنا النهارده اللي نازل على صفحه سوق المطبخ، حضرتك بتاخديه بخصم كبير جدا وكمان بتاخديه بشحن مجاني. يعني اي بلد هتتصل النهارده تطلب الفرن من صفحه سوق المطبخ هيروح لها بشحن مجاني. طيب ده اللي انا قلته عن استخدامي، ان هو حلو جدا وواسع جدا، بيسوي تسويه مظبوطه، بيسوي لي فوق وتحت، بيغنيني عن فرن البوتاجاز خالص تمام وزي الفل. طب ايه بقى المواصفات الثانيه اللي هم قايلينها؟ بص يا ست الكل، تعالي اقول لك بقى مميزاته اللي تجنن. هتقدري تشوي فيه الفراخ وتعملي فيه افضل المخبوزات وكمان الكيك، واسرع فرن في التسخين، يعني هتقدري تسخني فيه اللي نفسك فيه. طيب بقوه 2200 واط يا ميرنا. لا لا، بقوه 2200 واط، حجمه 45 لتر، كبير جدا، مزود بشاشه بشوايه من فوق وتحت ودرجه حراره عاليه، في مروحه وفي لمبه ومفاتيح علشان تتحكمي في درجه الحراره براحتك. نازل النهارده بشحن مجاني وكمان خصم مادي كبير. شحن مجاني، خصم مادي كبير. هتطلبيه من صفحه سوق المطبخ. طب صفحه سوق المطبخ يا نونا عندها حاجات تانية؟ يا نهار ابيض، ده انت لو جبتي كشكول وقعدنا نكتب من هنا لسنين قدام مش هنكفي كل المنتجات اللي موجوده في صفحه سوق المطبخ. ورقه وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. الاير فراير اللي نازله الموجوده الجديده بسعه 7.5 لتر ما شاء الله اللهم بارك، بتعمل اصناف كتير في تكه زرار واحده. جايبه لك معاها هديه كبه 2 لتر، كبه دورق كبير 2 لتر. الكبه ديت معاها بسم الله الرحمن الرحيم، قشرت الثوم وخفاقه البيض دي اللي موجوده في الكبه، حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك عليها. عليها قطم الميلامين اللي بتدخل الميكروويف، عليها كمان العجانات بكذا سعه، 7 لتر وال10 لتر وال5 لتر، والالوان اللي انت عايزاها في السيلفر والروز جولد والابيض. موجود كمان قطم الحلل الشاورما، نازل حلو جدا جدا جدا. الطقم ال13 قطعه بسعر ال10. فاكرين طقم الشاورما الالومنيا بتاعنا اللي كان 10 قطع؟ لا، نازل بقى عندهم حاجه جديده، ال 13 قطعه بسعر ال 10 اللي كان نازل. عندهم ايه كمان؟ اتكلمنا عن العجانات، واتكلمنا عن الاير فراير، واتكلمنا كمان عن الاطقم الجرانيت، عندهم جرانيت وعندهم جرانيت تيتانيوم، عندهم المربع وعندهم المدور، عندهم ال 13 وال 15 وال 23 وال 10، كل ده موجود، كل الالوان اللي انت عايزاها، كل طقم حلل بينزل باربع الوان وعلى حسب اختيارك انت يا عروسه. عندهم ايه كمان؟ عندهم جديد مكوى حلوه جدا، والفيديو بتاعها موجود على صفحتي. يعني عايزه اقول لكم اللي كانت بتكره المكوى زي حالاتي كده، بعد كده هتحط الهدوم الدولاب كلها وهتكوي ستاير وملايات ومفارش وكل حاجه وهي قاعده بتتفرج على المسلسل، اسهل من كده مفيش. طيب عندهم كمان الخلاط الجبار، الخلاط بتاعي اللي بنقف عليه وبنرميه في الارض وبيتخبط وبيترزع وبنضرب فيه زلط وبنجرش فيه ثلج وبنعمل فيه سموزي وبنعمل فيه كريم شانتيه وبنفرم فيه لحمه، كل دوت الخلاط موجود برضو عندهم. عندهم المكنسه وعندهم الكبه اللهلوبه، عندهم كل حاجه، عندهم اطقم الصين اللي بتدخل الميكروويف وبتدخل الفرن، اطقم الصين اللي هي المذهب اللي هو الطقم دلوقتي بيقول لك ايه؟ اما العروسه بتيجي تجيب طقم صيني تقول لك ايه؟ ايه ده الطقم الصيني؟ شفتي اسعاره بقت عامله ازاي؟ مش اقل من 35 40,000 جنيه. ده الله يكون في عون اللي عندها عروستين ثلاثه اربعه خمسه بقى. يعني هي عروسه واحده وبتاخد اللي ورانا واللي قدامنا، تخيلوا بقى لما يكون الواحده عندها اثنين وثلاثه واربعه. ربنا يقوينا ويرعينا. فتخيلوا بقى طقم الصيني لما يكون ب 34 و35,000 نعمل ايه؟ لكن في صفحة سوق المطبخ مفيش الأسعار دي، بتاخدي جودة عالمية عالمية وأطقم براندات ما شاء الله اللهم بارك، اللي بره واللي جوه بيحكي بيتحكى عليها ومش بالأسعار دي خالص. أي منتج موجود في صفحة سوق المطبخ ما بتلاقوهوش بأسعار بره، أي منتج هتلاقيه موجود في صفحة سوق المطبخ هتلاقيه عليه ضمان، هتلاقي عليه خصم، هتلاقي خدمة ما بعد البيع. مش حتة إن هما يرموا لك الحاجة أو إن هما يبيعوا لك الحاجة وخلاص على كده، ما عندناش الكلام ده. طيب موجود إيه يا نونا تاني عندهم في صفحة سوق المطبخ؟ صفحة سوق المطبخ يا ست الكل بتوصل لك لحد باب البيت وأنت قاعدة، ما تتحركيش ولا تروحي ولا تيجي ولا تعملي أي حاجة من ده كله،
كل اللي مطلوب من حضرتك بترفعي سماعه التليفون اللي قدامك على الارقام اللي موجوده على الشاشه، تبداي بعد كده تطلبي كل اللي انت عايزاه او تبعتي لهم على الواتساب وتقولي لهم انا محتاجه 1 2 3 يجيبوا لك المنتجات لحد باب البيت، لحد باب البيت وانت قاعده مكانك ما تتحركيش. نطلع فاصل، نطلع فاصل، اشرب بق ميه وارجع لكم واولع الفحم بتاعنا علشان نشوي بقى وناخد ايه ريحه الكبابجي كده ونبدا ان احنا بصوا بصوا السلطه التلج ساح خالص ونعمل بقى كده كده السلطه بتاعتنا جاهزه للاكل. كده السلطه بتاعتنا جاهزه للاكل، الفرعون الصغير جاهز للاحتفال. نعمل كده يا نهار ابيض يا لهوي ايه ده، اقسم بالله حبه ويسكي الغلابه يا روحي عليهم. يلا بينا نطلع فاصل على ما نبدا ان احنا نملا ازايز الويسكي بتاعتنا كده ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. تعالوا كده نطلع فاصل واحنا بنصبها كده ونشوف ويسكي الغلابه يا روحي عليها. بصوا المنظر، شايفين اللون؟ صلصة الطماطم اللي احنا حطيناها علشان ناخد اللون دوت هي السبب. محدش يقول ان اللون اللي بيبقى شايفينه بره في صلصة في الويسكي الغلابة اللي بره ده بيبقى من الطماطم، لا يا حبيبتي ده مش من الطماطم، ده من الصلصة اللي احنا حطيناها. تشربوها وتقولوا انا جدعة. بالشكل ده كده وادي ويسكي الغلابة اهو. ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده تشرب يا روحي عليها. معاكم في حلقتنا انا يعني اللهم لك الحمد والشكر يا رب، امي بعتالي ربنا يديها الصحه ويعافيها بتقولي الحلقه تحفه جدا، وادام قالت لي الحلقه تحفه جدا يبقى هي تحفه جدا. النهارده عملنا الكفته المشويه وعملنا جرابات الرقاق الطري او الجلاش بحشوه البستري، عملنا سلطه الحاتي وعملنا ويسكي الغلابه زي ما انتم شايفين كده. العروض بتاعتنا النهارده كانت ما شاء الله اللهم بارك، الحلقه كلها بوجودكم معايا كانت حلوه ما شاء الله. اتمنى كل حلقه عجبتكم ونالت رضاكم. اللي فاتوا اي حاجه من حلقتنا او وصفاتنا او عروضنا يقدر يتابعنا في الاعاده الساعه 10 بالليل ان شاء الله. اسيبكم بخير ونتقابل يوم السبت في حلقه جديده من برنامج وبرنامجكم البلدي، وكان اقوى برنامج على اقوى قناه ترفيه في مصر. اسيبكم بخير واشوفكم بخير واقول لكم السلام عليكم، باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.